الحياة مش دايما اختيارات، في ظروف بتتفرض علينا. عمر، حاسه ان انا عامله ومخبيه على مروان. يا الست المحترمه، رايح الاكس بتاعها. حياه اعتياديه ممله، خرس زوجي وفتور في المشاعر وانفصال نفسي، ازمات تراها ليلى كارثيه، ويشعر مروان بانها تافهه. انا لما بغير لون شعري ما بيعلقش. انا عايزه اتطلق. عايزه تطلقي عشان لون شعرك؟ وبدون سابق إنذار تنقلب حياتهما رأساً على عقب. دراما اجتماعية أحداثها تصاعدية، فجرها مسلسل بدون سابق إنذار. بدأت من محاولة طبيبة استشارات زوجية لرأب الصدع بين ليلى أو عائشة بن أحمد ومروان أو آسر ياسين. سايب ابنك ومراتك لوحدهم عشان إيه؟ في محاولة لعدم انتهاء علاقتهما بالطلاق، وألقت بهما داخل أزمة غير متوقعة جعلتهما يتمسكان ببعضهما وبابنهما المريض. عمر هيتخذ مننا مروان. بدون سابق إنذار استعراض لأمثلة الزواج عن حب والصراع الذي ينشأ بعد ذلك من الانشغال بالعمل أو تربية الأبناء، إضافة للقاء زوجين من طبقتين مختلفتين والصراع الذي قد يحدث بينهما بسبب الخلاف في التفكير. كل حاجة مش قادرة، مش مستحملة، مش طايقة، الدنيا كلها عندك انتي، ما تفكريش غير في نفسك. المسلسل يتناول بشكل جديد فكرة الحياة الزوجية وحب الأبناء بالشكل النفسي، يستعرض المشاعر الإنسانية التي تتغير إلى مستويات عديدة من خلال مواقف متدرجة الصعوبة. كمان بتاخدي فلوسي تصرفيها على أخوكي المدمن. بدون سابق إنذار يحمل اسم هاني خليفة، المخرج المتيم بالموضوعات الإنسانية والمشاعر المتناقضة والدقيقة، واستطاع أن يقود العمل بداية من الفكرة مرورا بالتصوير وآداء الأبطال وحتى الموسيقى والتترات التي أكدت قوة حب مروان لابنه الذي سيصبح مع مرور الأحداث عقدة كبيرة ولغزا يصعب حله. بس انا مش عايز انكر نسبك. بس انت ممكن تمشي في اجراءات انكار النسب من غير ما تعرف حد. بدون سابق إنذار دراما تسير بدقة شديدة، بداية من استعراض الفكرة والمشاهد التي تعبر عن المشاعر والتصوير الذي ينقلها والنماذج الحياتية التي تطرح العديد من الأسئلة، فيجد المشاهد نفسه متورطا داخل الأحداث ويترك المسلسل له حرية الإجابة. ابني كان كويس امبارح. بتلاقي فاك على كتافك. والله العظيم كان كويس. مش أفهم ليه. We don't say.